خلينا نتكلم كده. ما شاء الله الفيديو اللي انتوا عملتوه ده فيديو جميل جدا، هو اي نعم بسيط او صغير بس بيبين معالم مصر والحاجات السياحية الجميلة اللي موجودة في مصر. عايزين نتكلم بقى اكتر عن الحملة، هدفها مين؟ انتوا بتستهدفوا مين وابتديتوها منين؟ يعني تفاصيل اكتر عن الحملة. هو بإيجاز شديد في الأزمات احنا لازم نركز على الأدوات اللي توصلنا بسرعة للأسواق اللي فيها استجابة. اول حاجه احنا بالحمله بتاعت هي دي مصر بنعمل مشاركه كبيره جدا من الشباب المصري علشان يتبعوا، الشباب العربي علشان يتبعوا بعد كده اجانب، انه ياخد صور للاماكن الكويسه في مصر ويحطها على الهاشتاج This is Egypt، فبالتالي ننزل سيل كبير جدا من عشرات الالاف او مئات الالاف من الصور اللي تنزل والناس تشارك والناس تبقى اوير. في ناس بتشوف اماكن ما تتخيلش ان دي في مصر بتوري. والحاجه الثانيه انه السيد الوزير راح للدول العربيه، نطلق الحمله من السوق العربي الاول لانه الاسرع استجابه والاقل تاثر بالازمه. طيب.